صيف بلا حقائب أو تذاكر سفر، لا ارتحال ولا استكشاف فيه، لا إيماءة وداع أو إشارة حضور. في هذا الزمن الخاص حيث عز السفر، سيكون المسافر معكم في حلقات خاصة. مئات المواقع والحلقات والمحطات، قارات، ثقافات وحضارات، تنقل المسافر بينها برا وبحرا وجوا. سأنتقي منها كل ما يشير إلى عظمة هذا الكوكب وتفرد الإنسان فيه، وسأأخذكم في رحلة استثنائية في هذا الزمن الاستثنائي، فأهلا بكم. من السجاد العتيق إلى أكثر الأماكن الملونة في باكو، حيث تجتمع نكهات القوقاز العطرة. فواكه طازجة ومجففة، مكسرات، أعشاب، أجبان، لحوم وأسماك، عسل، شاي وكثير من منتجات تذكرك بما تصنعه الأمهات. نحن في جرين بازار. تلاحظ هنا أن كل ما ينبت فوق الأرض يمكنه أن ينتهي داخل برطمان من المخلل أو المربى، حتى أن الأذريين يتندرون بالقول إن الشيء الوحيد الذي لا يصنعون منه مربى هو البصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. تتحدث العربية؟ قليلا جدا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. حدثني عن أنواع المربى. هنا وجدت أنواع مربى غريبة عجيبة، مثلا هناك مربى من الزيتون. نعم، عندنا مربات أنواع مختلفة، وأهم شيء هذا شغل البيت وطعم أطعم من مربى صناعية. هذا بالنسبة اللي تكلمت، هذا اسمه مربى الزيتون. نعم. وأنواع غير كذلك موجود عندنا، هذا مربط من سفرجل، من جوز واللوز. هذا كيف يفعلون؟ يجمع فواكه قبل شهر ونص تقريبا، إنما الفواكه يكون لين على الشجرة، يجمعها ويفعلون مربى منها. أشياء جميلة ولذيذة أيضا. شكرا جزيلا لك. عفوا. شكرا. تشعر في هذا السوق أنك أمام احتفال يومي بما تجود به الطبيعة من ألوان عفوية ساحرة تنتشر أمامك في تناغم بديع، ويتنافس الباعة في صف منتجاتهم بشكل منسق يخطف الأبصار، فالعين تأكل قبل الفم أحيانا. يشول بازار أو السوق الأخضر له اسم شائع آخر هو تازا بازار، لأن كل شيء فيه طازج حتى الكافيار. السلام عليكم. السلام عليكم. How are you? كافيار؟ Yes. This is the fish we call beluga. Beluga. We call beluga. It حافش. Yes. Sturgeon. 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 Beluga caviar. That's the caviar from yes. this from the حرفش. هذا هو الكافيار الذي يستخرج من هذه السمكة التي تعتبر صغيرة نسبيا، لأن الحجم الحقيقي للسمكة أكبر من ذلك بكثير، ويبلغ وزنها قرابة 300 كيلوغرام. طبعا الكافيار من أغلى المواد الغذائية في العالم، يبلغ سعر 85 جرام منه أكثر من 120 دولار. Thank you. شكرا. شكرا. أجواء الود التي تشيع بين الباعة أنفسهم أو بينهم وبين المتسوقين تغريك بالبقاء وقتا أطول مما توقعت، فالناس هنا مبتسمون باستمرار، يبادرون بالحديث إليك ويحبون التقاط الصور.
للشاي قصة طويلة في أذربيجان عمرها 1000 سنة، وإن كان الأذريون يحبونه في الصباح بنكهة ماء الورد، فإن شاي المساء قد يكون مخلوطاً بالزهورات أو الزعتر أو الياسمين أو البابونج، وربما نعنع، زعفران، قرفة أو زنجبيل. وكما يقول الأذريون، جميعنا نشرب الشاي، لكن كيف نشربه؟ كل منا له طريقته الخاصة. فهذا ليس مهرجانا للفولكلور الشعبي الأرجنتيني فحسب، بل هو سوق مفتوح للبضائع والحرف من مختلف دول أمريكا اللاتينية. تنتشر الأكشاك في كل مكان، وكل منها لديه ما يقدمه للزوار من التحف والهدايا التذكارية إلى الحلي والأعمال اليدوية والكثير من الطعام. Hola. Hola. How are you? Sí. Can I have empanadas? Sí. De carne? De bueno. Yeah. Vale. Please. Gracias. No, no. هذه هي فطيرة اللحم الشهيرة في الأرجنتين إمباناداس، وتجدها في كل المطاعم وفي كل المقاهي وفي كل الأماكن السياحية في الدولة. سينيوريتا، سبكتاكولر. لقدو؟ إز غريت، ثانكس. Hazem. Artesano en cuchillos. Es un cuchillo criollo. Yeah. Muy bonito. Really nice. Es un excavado artesanal de los gauchos. Excavaba con las cosas que encontraban y bueno, los animales estaban en el campo y excavaban los cuchillos. También tenés cuchillo de acero damasco. Ah, damasco steel, yeah. هذا هو النصل الدمشقي الذي تنسب إليه السيوف الدمشقية، وهذه طريقة تقليدية قديمة عمرها آلاف السنين وتنسب إلى مدينة دمشق. يزور المعرض نحو 20,000 شخص أسبوعياً. لا يمكنك التمييز بين السائحين وسكان المدينة، لكن الفرقة الموسيقية استطاعت تمييز فريق الجزيرة وقدمت له تحية خاصة على الطريقة الأرجنتينية. Está la gente de Al Jazeera. No sé si quieres subir uno a sacar una foto para toda la gente también, o así está bien. Así está bien, bueno, los saludamos a la gente de Al Jazeera. El trabajo de la Feria de Matura, que se encarga de los cachos de basura y de todo lo que es la organización. Y para la gente de Al Jazeera, que ha pasado todo el día en la Feria de Matadero, ahora un grito bien que lo firme, que lo firme, que lo firme. قبل أن أبدأ استكشاف معالم المدينة الطبيعية والتاريخية، أحببت أن أبدأ أولاً بجولة بين أهلها. Hello. How are you? This one? اسمه زعفران.
شفران. This is nice. Smells like flowers. هذا بابريكا. بابريكا. فلفل. Oh, spicy. Okay. That's a mix of everything. And you use it for cooking. So that's a traditional Georgian spices. Georgian, sure. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks. لقد أعطتني هذه السيدة اللطيفة مجموعة من البهارات الخاصة بطهو اللحم ومجموعة أخرى خاصة بطهو الدجاج وبعض الملح الجورجي الجميل. Thank you. هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أرى هذا الكم والتنوع الهائل من بذور الفاصولياء. انظروا إلى هذا النوع الذي يبدو كبيض الحمام. للجورجيين تقاليد طويلة في تربية النحل، وقد عثر فيها على أقدم جرة عسل في العالم عمرها أكثر من 5000 عام، إلى جانب العسل والجوز واللوز والبندق الذي تصادف وجودنا في السوق مع موسم حصاده. مناخ متنوع، مياه وفيرة، ومزارعون شغوفون بالأرض. ماذا تحتاج التربة أكثر لتفيض بخيراتها؟ Hello, how are you? Fine. This is the tuna? Tuna, yes. Like a blue tuna? Yeah, or blue tuna. Bluefin tuna? Yes. Yeah. So how big the fish itself, in one piece? This is 35 kilos. 35 kilos. And this fish? A black scabbard fish. A Portuguese name, Espada. And why it's so scary? The look of the fish is like... This is a profundidad. Yeah. 901,000. Wow. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you very Thanks. Much. We'll be right back.
Hi. How are you? Want to try some fruits? Yes, please. This is the philodendron, and this tastes like banana, pineapple, and kiwi. Okay? Banana, pineapple, and kiwi. And kiwi, yeah. Hmm. It looks like a corn. Yeah. Usually it opens like this in the top. Oh, yeah. This is not good to eat, and eat it in the inside. Usually. I've never seen this before in my life. Only here on Madeira. Only in Madeira? Only on Madeira. هذه الفاكهة الاستوائية موجودة فقط في ماديرا وهي خليط من الأناناس والبابايا و أناناس باينابل اند كيوي أناناس بانانا باينابل اند كيوي موز وكيوي ثانك يو أوبريغادا يتقاطر إلى هنا أكثر من 13,000 شخص كل صباح لفتح أبواب أكثر من 7,000 متجر. نحن في أديس ميركاتو، أكبر سوق مفتوح في الهواء الطلق بإفريقيا. مساحته عدة كيلومترات مربعة. تتوه في شوارعه وممراته الفرعية التي تفوح منها روائح القهوة والتوابل، ومتاجره الصغيرة التي تبيع كل ما يخطر على البال بأسعار زهيدة. تأسس السوق في بدايات القرن العشرين، أطلق عليه الإيطاليون في الثلاثينيات اسم ميركاتو، والتي تعني باللغة الإيطالية السوق. وفي موقع قريب من السوق وجدنا روح إفريقيا العظيمة التي توارثها أبناؤها عن أجدادهم عبر آلاف السنين. جلود، صدف، خشب. Hello. Hello, hi sir. Hey. How are you? Welcome. Thank you very much. How are you doing? I'm good, good. I'm really impressed. It's like a museum here. You liked it? Yeah, yeah. Okay, we have a lot to see. We have a lot of good stuff. Come on. Yeah, definitely. Let's go. Okay. And these wooden statues of women? Are different from different regions of Ethiopia, different hairstyle which represent their specific region. It's like an ID. You're right. You're yeah. Right. So if I do a certain hairstyle, I'm known from this region and from right. This region. Yeah, you can tell. You're right. جميل أن نرى امتزاج الثقافة الإسلامية مع الثقافة الإفريقية. هذا لوح من ألواح الكتاتيب القديمة، وقد كتبت عليه أبيات للإمام البصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الأبيات: بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوبه، عليه الصلاة والسلام.
في أجواء عالية من الحرارة والرطوبة زرت سوق كورون الشعبي. سوق مزدهر يضج بالحركة، تجد نفسك بين باعة ومشترين يتبادلون التحايا والابتسامات وأحياناً الضحكات. Hello. Can I have a pineapple? Yeah, please. بضائع محلية طازجة، وعلى الرغم من إمكانات السوق المتواضعة فإن الجميع يلتزم بشروط النظافة والصحة العامة. أقدامك على هذه الأرض تظن أنك في بلد عادي، ولكن ما إن تبدأ جولتك فيه حتى يدهشك بما يحمله من سحر خاص وبما يخبئه لك من مفاجآت. ليس أفضل من الأسواق القديمة لنبدأ منها هذه الرحلة. في هذه المدينة الصغيرة وسط البلاد والقريبة من العاصمة تيرانا يوجد بازار كرويا، بناه العثمانيون منذ 500 عام، وظل طوال هذه القرون سوقاً مزدهرة للحرف اليدوية التقليدية. صناعات يدوية بديعة، فخار، نحاس، خشب، سجاد. تلاحظ وأنت تتجول في هذا السوق تقاطع الثقافة الألبانية مع ثقافة الشرق الأوسط، فالعثمانيون الذين ظلوا في هذه البلاد لخمسمائة عام تركوا علاماتهم الثقافية فيها، وتجد بصماتهم على المنتجات التقليدية، لكن بكل تأكيد بنكهة ألبانية.